الو، ايوه كابتن، منورنا الخير. منورنا في الحريفه، وعايزين نبتدي مع حضرتك من اكاديميه كره القدم النسائيه. الفكره في النادي الاهلي دعم المراه في النادي الاهلي في كل المجالات، بس تحديدا بقى خلينا نتكلم عن كره القدم. انا اول بحيي الضيفه بتاعتي كابتن اميره طبعا، حبيبي يا كابتن، يعني وجودها في المكان ده ساعدنا كتير جدا على ان احنا نكون يعني اختيارنا موفق، لانها هي برضه عندها خبره كبيره جدا في المجال بتاع الكره النسائيه، وهي كانت برضه لعيبه قديمه من لعيبات الاوائل في هذا المجال، وانا كمان مدي الرخصه السي والبي كمان، يعني عشان هي برضه يعني اكلت نفسها تاهيل كويس جدا، الرخصه الكاف والاتحاد الافريقي. ازيك يا اميره؟ ازيك يا كوتش، عامل ايه؟ الله يخليك. اول حاجه الفكره طبعا، انا لما كنت في الاتحاد الافريقي كنت مسؤول عن الكره النسائيه في القاره الافريقيه كلها، كنت بطور المدربات وبطور المحاضرات وبطور كل الحاجات، الاجهزه المعنيه الفنيه والاداريه والطبيه كمان في هذا المجال، والحكام كمان، المحكمات كنت برضه مسؤول عنه طوال 20 سنه وانا في الاتحاد الافريقي. واول ما جيت النادي الاهلي طبعا لقيت انه الاكاديميه اللي انا شرفت ان انا طبعا بقالي 3 سنين فيها، انها يعني لازم يكون فيها هذا العنصر النسائي، لانه الحقيقه الاتحاد الدولي كان بيصر ان يكون هناك لكل الحقيقه القارات الخمسة اللي موجودة أن يكون هناك العنصر النسائي لا يقل، يعني لا يقل في كل حياة تجهيزاته ومؤسساته عن كرة اللي هي المين فوتبول أو الكرة بتاعت الصبيان يعني والرجال. فبقى قعدت حقيقة أقاتل مع الحقيقة عندنا في النادي الأهلي لجنة التخطيط وكده، ما كانش في دماغهم أبدا أنه يكون في كرة نسائية، لأنها يعني الكرة النسائية بالنسبة للنادي الأهلي في كرة القدم بالذات الرياضات كلها فيها العنصر النسائي ما عدا كرة القدم، فطبعا ما كانش في دماغهم انه في يوم من الأيام انه يكون في كرة قدم للسيدات، ف يعني كانت حرب كبيرة جدا ان انا اقنع احيانا مسؤولين، في الآخر طبعا لجنة التخطيط بقيادة الكابتن محسن صالح وزكريا ناصف والكابتن محمود الخطيب استطاعوا انهم يعني يقبلوا التحدي، قلت لهم لو انا يعني فشلت اعتبروني انا راجل قليل الخبره، لكن انا عارف كويس قوي انه يعني في وجود قياده كويسه انه كره القدم النسائيه هتكون لها شان كبير جدا في النادي الاهلي زي الالعاب الاخرى. وبالتالي الكره النسائيه دلوقتي اصبحت زي ما تقولي مهمه جدا لكل الانديه الافريقيه اللي هي بتشارك في دوري الابطال. خصوصا كمان السوبر دوري السوبر اللي معمول ده. من غير هذه الكرة القدم النسائية لا يستطيع أن يشارك أي نادي أفريقي في بطولات أفريقية، فطبعا العملية أصبحت يعني كمان إحنا بدأنا الأكاديمية دلوقتي عايزين نبدأ كمان وجود فرق بقى تلعب بقى دوري وتلعب كذا عشان يحقق للاتحاد الأفريقي المعايير اللي حطيتها لدوري الأبطال ودوري السوبر، فوجدنا طبعا الحقيقة إنه مدينة نصر الشيخ زايد هم أفضل مكانين نستطيع إنه نبدأ فيهم هذه الأكاديميات، وان شاء الله زي ما قالت كده عندنا التجمع الخامس، وان شاء الله بعد كده هننشر هذه اللعبه في كل الاكاديميات ال20 اللي عندنا في المحافظات الاخرى ان شاء الله. كابتن عبد المنعم شطه، طبعا هو مجهود كبير ان حضرتك تقدر تقنع الاداره، طبعا احنا معروف كره القدم للرجال دايما وده مش مشهور عندنا قوي يعني الموضوع ده، فطبعا ده اكيد مجهود كبير. عايز اعرف اختياركم للناشئين بيتم بناء على ايه؟ الناشئين طبعا كره القدم في مصر بقالها على حسب ما انا اتذكر، انا لما جيت الاتحاد الافريقي في 2001 كان هناك في كره نسائيه، واول حقيقه مدرب كان موجود على ما اذكر طبعا الكابتن محمود ابو العينين الله يرحمه، كان وقتها هو المسؤول في الاتحاد المصري، وكان حقيقه بيبحثوا عن كيفيه انه ياهلوا مدربين لقياده هذه اللعبه، لانه حقيقه تدريب الكره النسائيه يختلف تماما عن تدريب الرجال تماما. انا مثلا انا بدرب بقالي 30 سنه، ما اقدرش ادرب كره نسائيه، ما اقدرش ادرب بنات او سيدات، او لان هي تعامل المدربين مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ المسابقات والضغط اللي موجود ممكن تخرج كلمه منك او تخرج حاجه كده لا تليق، ممكن تسيء لولد او تشتميه مثلا تقول له انت هتلعب كويس يا ابني كذا، ممكن تطلع من بوق كلمه زي دي، لكن ما تقدرش تطلع للاعيبه وتقدري تسيطري على المدرب في هذه الانفعالات وهو مثلا خسران وعايز يكسب، فقررنا ان احنا نؤهل اول حاجه
المدربين عشان يتعاملوا مع الكره النسائيه. وبعدين دلوقتي انا وانا في الاتحاد الافريقي قررت ان لا يكون هناك مدرب يدرب السيدات، السيدات لازم تدربها امراه عشان بتعرف ظروفها الصحيه وظروفها السيكولوجيه والمراه تختلف في تكوين الحياه الجسماني والسيكولوجي عن الرجل والفسيولوجي كمان، فلازم تكون اللي هي متباشره واحده ست عشان تعرف ظروفها ايه، عندها امور خاصه بيها، اذا كانت هي برضه متزوجه عندها حاله يعني حامل او عندها ظروف اخرى ثانيه، انا ما اقدرش اكلم واحده ست في هذه الامور طبعا. الحمد لله استطعنا نؤهل دلوقتي كل المدربات في النادي الاهلي والقائمه عليهم هي كابتن اميره كلهم حقيقه عنصر نسائي، كله حقيقه متميز وكله مؤهل، يعني مؤهل فنيا ومؤهل كمان علميا، وكلهم حاملين رخص، واللي ما عندوش رخص ان شاء الله هنحاول نقنع الاتحاد المصري لكره القدم يعمل لنا دوره لكره المدربين عندنا في الكره النسائيه، ودي حاجه طبعا انا حريص عليها لان انا عملتها في كل القاره الافريقيه الحمد لله، في جميع الاتحادات اللي موجوده في افريقيا كل الاتحادات عندها كره نسائيه في الوقت الحاضر. احنا بنشكر حضرتك جدا كابتن عبد المنعم شطه، وان شاء الله من نجاح لنجاح والتوفيق لك وان شاء الله في كل اللي شكرا جاي. شكرا جزيلا، وان شاء الله اميره تكمل لك باقي القصه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. انا عايزه ازود حاجه على كلام كابتن شطه.